الكوليدج، وبعدين اللابتوب بتاعي لما باظ قعد كتير قوي مش عارفه استخدمه خالص، فكان جايب ويندوز وكنت عايزه اجي اصلحه مش عارفه مفيش وقت وتيك سو ماتش تايم وكده. فالفكره حلوه جدا يعني ان هي على طول بتصلح الويندوز ومش محتاجه ان انا اوديه لحد واصلحه وانا قاعده، وهيباك اب كل الفايلز اللي عندي مش هخسر الداتا بتاعتي ولا حتى الابلكيشنز بتاعتي. فالسكيورتي نفسها يعني برافو.